بسم الله الرحمن الرحيم. هشام محمد يقول بارك الله فيكم، ما حكم دعاء الأموات والاستعانة بهم؟ دعاء الأموات والاستعانة شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن الدعاء خاص بالله جل وعلا، عبادة لله خاصة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما غير الله من الأموات والغائبين فإنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض على المستحيل سماعهم ما استجاب أجابوهم. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال إن الذين يدعون دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعباد كافرين. فدعاء الأموات والغائبين شرك وكفر وضلال. قال الله يقول الله يوم القيامة لعيسى مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلها من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال الأخ ثامر.